طبعا بالبداية بدنا نترحم على شهداء فلسطين ونتمنى الشفاء لجرحانا. عزيزي، منذ بدء الحرب الإسرائيلية الشرسة، حرب الإبادة على أهل قطاع غزة، شعبنا في كل محافظات الضفة الغربية أيضا يتعرض لحرب من هذا الجيش الذي لا يعرف الرحمة. جميع محافظات الضفة، نابلس ورام الله وجنين وطول كرم وقلقيلية وجميع قرى محافظات الضفة أيضا تتعرض يوميا لاقتحامات وقتل أبنائنا في محافظات الضفة الغربية. فإذا الضفة ومحافظات الضفة وقرى ومخيمات الضفة لا تختلف بحربها عن أهلنا، عن الحرب التي تجري في قطاع غزة. طيب، ما يجري في الضفة الغربية ألا يحرج السلطة الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني؟ إسرائيل تحارب في قطاع غزة منظمة إرهابية حماس كما تصفها، ماذا في الضفة الغربية؟ سيدي العزيز، الضفة الغربية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وجميعنا يعرف ذلك. إذن السلطة مهمتها هي حماية وأمن المواطن الفلسطيني، ولكن نحن للأسف السلطة الوطنية الفلسطينية لا يوجد لديها ممن تحميه سلاح سيد يحمي محمد؟ الوطن. السلطة نعم، ممن تحمي المواطن الفلسطيني؟ السلطة بتقدر تحمي على قدر نفسها. يعني معلش خلينا نحكي بصراحة بدون مجاملات ونقول إنه السلطة ما عندها إمكانيات وما عندها قوة على الأرض في محافظات الضفة الغربية إلا أن تسير الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، ليس أكثر. السلطة، يعني رئيس السلطة وجميع من يعمل في السلطة إن كان في الحكومة أو في الوزارة أو أي موظف آخر، عند الخروج من إسرائيل يحتاج إلى تنسيق من الجانب الإسرائيلي. واحنا بدناش نقول انه احنا مش قاعدين تحت احتلال، احنا حتى في النفس اللي احنا بنتنفسه قاعدين تحت احتلال، ولكن السلطه ليس بمقدرتها انها تقوم بحمايه كل محافظات الضفه الغربيه من الهجمات الصهيونيه او من قطعان المستوطنين او من جيش الاحتلال الاسرائيلي. احنا بنطالب بحمايه دوليه. هل هناك خشية من اندلاع حرب كحرب غزة في الضفة الغربية سيد محمد؟ شوف، احنا لا نريد ان يتكرر المشهد الذي يجري الان في قطاع غزه، لا نريد ان يتكرر في الضفه الغربيه او محافظات الضفه الغربيه، ولا نريد ان يكون لدينا فصائل وتنظيمات مسلحه ايضا داخل اراضي الضفه الغربيه حتى لا تقوم بالعبث من اجل اعطاء الفرصه لجيش الاحتلال الاسرائيلي بان يقوم ما يقوم به بقطاع غزه. يجب علينا ان نحافظ على جزء من الوطن، ويجب علينا أن نحافظ أيضا على الجزء المفقود من الوطن، قطاع غزة الذي يباد ويدمر يوميا من هذا الجيش المحتل. عبر المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الذي يرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. إسرائيل ترفض كليا أن تتعامل مع أي جهة فلسطينية، إن كانت سلطة فلسطينية أو إن كانت فصائل. إسرائيل لا تريد بالأصل أن تقوم بإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن. كل ما يجري هو إعطاء فرصة لنتنياهو من أجل أن يبقى على كرسي رئاسة الحكومة، من أجل أن يكون هناك عدد أكبر من القتلى والشهداء الفلسطينيين حتى يستطيع نتنياهو بأن يتخلص من هذا الشعب اللي عمل له أرق. يعني نتنياهو لا يريد، وحكومة الحرب الإسرائيلية لا تريد إنهاء هذه الحرب ولا تريد إنهاء هذه المفاوضات. أنتم ترون بأنه نحن أسبوعيا بمفاوضات مكوكية في القاهرة وفي قطر، الجانب الأمريكي، الجانب القطري مع الجانب المصري مع الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي ليس لديه صلاحيات بأن يتم بهذه الموافقة إلا بعد العودة لنتنياهو، ونتنياهو ما زال يعني نعم، متثبت بأمام الحرب وبأنه لن يكون هناك سلام في المنطقة إلا بعد التخلص من غزة وإبادة شعب غزة. أشكرك جزيل الشكر السفير محمد عريقات رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من رام الله بالضفة الغربية.